الحلقة الرابعة عشر من فقه البيوع. ما زلنا في أسباب النزاعات. احنا كلمنا في الحلقة السابقة 13 عن المسابقة. طب متى تبطل المسابقة؟ لو فسخ أحد المتسابقين المسابقة وما لم يظهر الفضل لصاحبه. فإن ظهر الفضل لصاحبه فللفاضل الفسخ، لكن المفضول يعلن الهزيمة. تاني حاجة، بموت أحد المتسابقين أو أحد المركوبين. طيب، تالي من أسباب النزاعات قضايا بيع الأراضي الصحراوية. ما واجب المسلمين تجاه الأراضي الصحراوية؟ أولا الإعلاء من قيمة كل من يزرع أرضا وبيان أجره، والإعلاء من كلمة فلاح. الدليل ان المسلم اذا زرع له اجر حتى لو لم ينوي الاجر. طيب الدليل عن جابر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما اكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يزرأه أحد إلا كان له صدقة. ويزرأه يعني يسرق منه ينقصه. وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية كان له صدقة. تاني واجب على المسلمين إمداد الخدمات كالماء والكهرباء والمدارس والمستشفيات والشرطة وحفر الأبار ورفع الضرائب عن المزارعين لترغيبهم في استصلاح الأراضي ومكافأتهم الفورية على إصلاح أي أرض بالتمليك المجاني، ويحرم على الدولة أن تاخد منهم جني ثمن الأرض، ويحرم على واضع اليد من العرب وغيرهم أنهم يشبيعوا الأرض الصحراوية لأنها ليست أرضهم. والدليل عن سعيد ابن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. ثالث حاجة، حماية المزارعين من الضرائب ومن وضع اليد الذين لا يريدون إصلاحها ويبيعونها وهي شرعا لا يملكونها، وبيان خطورة أخذ شبر أرض بدون وجه حق. عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن أروى خاصمته في بعض داره فقال: دعوها وإياها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه في سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فرأيتها عمياء تتلمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد بن زيد. فبينما هي تمشي في الدار مرت على بئر في الدار فوقعت فيها فكان قبرها. سبعة أراضين يعني في زي الكرة الأرضية دي في سبع أراضين. الشبر ده بيتاخد كل التراب اللي موجود تحته لحد نهاية الكرة الأرضية، ويتاخد في كل السبع كرات الأرضية تانية، والتراب ده كله يتعلق في رقبته يوم القيامة. ده اللي خد شبر، مش اللي خد متر بقى وخد ألف أفدنة وسرق ميراث خواته البنات من الأراضي. شو بقى كل ده في رقبته يوم القيامة. مع محمد إبراهيم ابن إبراهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه في سبع أراضين. طيب الواجب الرابع، توفير من يعلم الفلاح أمور آخرته، لأن الزراعة فتنة تدمر من رضي بها. والدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. فالرضا بالزرع فتنة من الفتن اللي لابد أن نحذر منها الزراع. طب كيف نحيي الأرض؟ نزرع.
طب لو تصحرت تنتزع ملكيتها، لازم تفضل دايما مزروعة عشان تكون ملكك ويجوز بيعها، أو تبني فيها بناء معتبر كمنزل وحديقته، ويبدأ التملك من أول بناء سور. طب لو واحد بنى سور ولم ينوي البناء فيحرم البيع، لأنها حيلة لا ينطبق هذا على الأرض الخالية من في القرى والنجع، لأن الأراضي دي حية بمن حولها. أنا بتكلم عن الأراضي الصحراوية. بعد كده نخش في الفصل السادس في الأسئلة الهامة، حقوق الجيران المادية. الحق الأول حق الشفعة، وحق الشفعة ده بيثبت للجار الذي لم يقسم الأرض ولم يقسم البيت ولم يقسم السيارة ولم يقسم أي حاجة، وتاني حاجة للجار الذي يجمع بينه وبين البيت المباع طريق واحد. لو الاثنين دول موجودين أو واحدة فيهم يثبت حق الشفعة، لا يجوز أنك تبيع إلا لهذا الجار بسعر المثل، يعني بالسعر اللي أنت هتبيع بالغيره. الدليل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، أدي أول شرط، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، دي بقى تاني شرط، صرفت الطرق فلا شفعة. يبقى لازم الطرق تصرف، ما يكونش في طريق يجمعهم، ساعتها نقول ما فيه الشفعة. ولا حديث جابر، قضى رسول الله بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، ولا لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكة، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذن فهو أحق به. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، جار الدار أحق بالدار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، الجار أولى بثقبه. طب واحد باع على ورق بسعر كبير عشان الجار يعجز ان هو يدفع المبلغ ده، وفي الحقيقة هو واخد مبلغ صغير، هذا بيع محرم لانه تحايل وكذب وسرقة لحق شرعي، سرقة كده سرق حقه الشرعي. طب ما الدليل ان الشفعة تثبت في كل ما فيه شركة، سيارة، ملابس، اي حاجة فيها شركة الشفعة تثبت، وليست في الربعة والحائط فقط؟ هنقول الحديث اللي فيه ربعة وحائط لا مفهوم مخالفة له، لانه خرج مخرج الغالب ومعارض بعموم اقوى. ايه العموم الاقوى؟ جار الدار احق بالدار، وقضى رسول الله بشفعة في كل شركة، كل عموم كلمة كل شركة. طب مرة من قال ان لا شفعة الا فيما لم يقسم فقط ولا يعتد بالشوارع، نقول له النص الحديث حج عليك. طبعا نقول طب الحديث قضى رسول في الشركة كل ما لم تقسم، نقول هذا لا مفهوم مخالفة له، وخرج مخرج الغالب لوجود منطوق أقوى منه. طب إيه المنطوق الأقوى منه؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولحديث أبي رافع، الجار أحق بصقبه، الصقب القرب والملاصقة. وعموم قول النبي، جار الدار أحق بالدار. طيب الحق الثاني للجار، أن يحب لجاري ما يحب لنفسه، فأكل حراما من عرض عليه جاره بيته للبيع فعرض ثمنا ظالما، ويا إما يطرد كل من أراد أن يشتري فيعطل له البيع، ده سرقة بالإكراه، ده بخس الناس أشياءهم، وده ظلم. لك حق الشفعة، خد بالسعر اللي هو موجود به للناس فصلوا به، مش تاخد بسعر قليل وتقول لي حق الشفعة. حق الشفعة لا يقلل الثمن، بل حق الشفعة يجعلك أولى بدفع ذلك الثمن الذي هو قيمته، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الحق الثالث، يجب أن ينفع جاره مجانا ما لم تضره المنفعة، فيحرم أن يمنعه من إجراء الماء من أرضه أو يغرز خشبة في جداره، ولا يلحقه ضرر كفتح نافذة مثلا أو مصنع يقلقه. لو حاجة بتضره له أن يمنعه، لكن لو حاجة ما تضروش يبقى يجوز ويحرم عليه أن هو يمنعه. عن أبي هريرة قال، لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة،
مالي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. والاتفاق الحق الرابع الاتفاق على الطريق. طب لو في اتنين جيران اختلفوا عاوزين الطريق قد ايه، يبقى الطريق يتحول لسبعة اذرع. عن ابي هريرة قال رسول الله اذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة اذرع. سبع الذراع الهاشمي 61 سنتي و2 من عشرة في سبعة يعني 4 متر حوالي، يعني 4 متر ونص. الحق الخامس الحفاظ على حرمة الشارع، فلا يعتدي عليه بسلم أو جراج أو موضع المخلفات القمامة أو دكان، فذلك غلول. عن أبي هريرة قال رسول الله العجماء جرح جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. الحق السادس حق المواشي ليلا، حفظ المواشي ليلا والتأكد من حبسهم وحفظ الزروع نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وأهل المواشي حفظها بالليل. يبقى لو المواشي خرجت غصب عنه بالليل وهو حفظها كويس ساعتها يبقى جرحها جبار. جرحها ايه؟ جبار. طيب الحق السابع السماح للرعاة الرعي في الأعشاب أرضه الطبيعية والشرب من بئره بعد قضاء حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يمنعن، الماء والكلأ والنار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يديك. وعن ابن عمر قال رسول الله من منع فضل ماء أو كلأ منع الله فضله يوم القيامة، منعه الله فضله يوم القيامة. وقال رسول الله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ، يعني أنا عمنع فضل الماء فيضطر الناس ما يرعوش عندي لأن ما فيش مية، عندي لأن ما فيش مية.